عبد الحاكم هاشم عبد الحاكم، معلم خبير بالتعليم الفني. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحكومة الجديدة، وأن مصر تخطو خطوات إلى التقدم بإذن الله، وأن الوزراء الجدد يراعوا ظروف المواطنين وظروف الدولة. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسؤولين لما فيه الخير للبلاد والعباد. ما أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق المحافظ الجديد لخدمة المواطنين وخدمة البلد. ولوكسور بلد لها خصوصية بالنسبة لمصر، بلد سياحية وبلد التاريخ. نتمنى من المحافظ أن يراعي هذا ويضع لوكسور في مكانتها التاريخية، بحيث يبقى في اهتمام بالنسبة للأقصر، لأن الأقصر دي بتعتبر مكان سياحي، مكان حضاري، مكان تاريخي، وبيمن على مصر بالدخل بالنسبة للدولة وبالنسبة للوطن والمواطنين. أتمنى وزير التموين، كنا زمان في الزمن الماضي كان التموين كتير وكان يكفي الأسرة، كان يقعد، أنا أفتكر زمان أيام الصغر كان ياخد شهرين التموين وأكثر من شهرين. دلوقتي التموين ما بيكملش، يعني مفروض نسبة التموين تزيد شوية عشان تقدر تواكب الحياة وتواكب العصر بالنسبة للمواطنين. الحكومة الجديدة أتمنى أن يكون المسؤول يحط في اعتباره مصلحة المواطن، لأنه إحنا يعنينا أهم حاجة مصلحة المواطن، وطالما المواطن بيجي في خير وماشي المواطن ويواكب الحياة. أتمنى أن وزير السياحة يكون يهتم بالسياحة ويهتم بالأقصر، وأتمنى من المسؤولين ينزل للمواطنين ويشوف المواطنين ومطالبهم، ما يبقاش في حظر ما بين المسؤول وبين المواطن، لأن سيادة الرئيس بيجيب المسؤول أو بيجيب الوزير أو بيجيب المحافظ لخدمة المواطن، فما يبقاش في مسافة أو فاصل بينه وبين المواطن، يبقى متقارب عن المواطن ويشوف إيه طلبات المواطن وخدماته، بحيث أن يتضامن الجميع لخدمة مصر. وطبعا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على مصرنا ويحافظ على أولاة أمورها وعلى جيشها وعلى أمنها وشعبها، وتكون آمنة مطمئنة إن شاء الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى في مصر.